وإلى أخبار اتحاد الكرة والمنتخب الوطني، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أن مجلس الإدارة وافق على تطبيق خاصية الحكم الإضافي الخامس في مباراة كأس مصر بداية من الدور 16. وتنطلق مباريات دور 16 في كأس مصر اليوم بمواجهة الزمالك مع حرس الحدود في تمام 7 مساء باستاد السلام، وكان اتحاد الكرة قد قرر تطبيق خاصية الحكم الإضافي الخامس في الدور العام هذا الموسم. أكد كابتن هاني بوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري أن معسكر منتخب مصر في مارس المقبل سيقام في أوروبا، وذلك من أجل خوض وديتين في الفترة من 19 إلى 27 من نفس الشهر. وأضاف أنه كانت محاولات لخوض وديتين في القاهرة، ولكن شو فيفا ومنها ألا تزيد عدد ساعات السفر عن 5 ساعات بين المنتخبات التي سيواجهها فريق الفراعنة في حالة لعب وديتين حالة دون إتمام الأمر. يذكر أن قرعة المونديال أسفرت عن وقوع مصر مع روسيا وأورجواي والسعودية في كأس العالم القادم بروسيا 2018. اتفق اتحاد الكرة مع شركة بريزنتيشن راعي الاتحاد على قيمة مكافأة مباراة السوبر بين الأهلي والمصري، والتي ستقام في أبو ظبي يوم 12 يناير المقبل. وسيحصل الفائز باللقب على 350 ألف درهم، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 150 ألف درهم بجانب مكافأة اتحاد الكرة وتقدر بمليون جنيه. وسيتم عقد مؤتمر صحفي يوم 15 من ديسمبر الجاري للإعلان عن تفاصيل مباراتي السوبر المصري بالإمارات والسوبر الإماراتي بالقاهرة والمقرر لها يومي 4-12 يناير المقبل. غادر رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم احمد احمد القاهرة اليوم الخميس متوجها الى باريس في طريقه الى موريتانيا لحضور اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي الكاف لمناقشة استعدادات المنتخبات الافريقية الخمسة المتأهلة لكأس العالم 2018 في روسيا. ومن المقرر ان يشارك رئيس الكاف في نهائي منتخبات شرق ووسط افريقيا سيكافا في زامبيا المقرره في 16 من ديسمبر الجاري، والتي يشارك بها منتخب الشباب في المجموعه الثانيه مع جنوب افريقيا وموزمبيق وموريشيوس.